رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يحضر افتتاح أشغال الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. دعما لبرنامج الجسور، وزير التهذيب الوطني رفقة رئيس حزب الإنصاف يحضران إلقاء درس نموذجي في المدرسة رقم 3 بتجوني. مدينة كيفة تحتضن اجتماعا لتدارس الأثر البيئي للخط الكهربائي عالي الجهد الذي يربط المدينة بسيل بابي مرورا بكنكوسة وولينجا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. شارك فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد بن الشيخ الغزواني صباح اليوم بجنيف في أشغال الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية المنظمة في دورتها الحالية تحت شعار الجميع من أجل الصحة والصحة من أجل الجميع كضيف خاص وممثل لمنظمة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمته بالمناسبة أكد صاحب الفخامة على أنه ورغم ما تم إنجازه من أجل تعزيز الرعاية الصحية الشاملة إلا أن الطريق ما يزال طويلا نحو تحقيق أهداف أجندة 2030، مضيفا أن نصف سكان القارة الإفريقية أو ما يقارب من حوالي 672 مليون شخص لا يحصلون دائما على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، معتبرا أن هذه الوضعية غير المقبولة مرتبطة أساسا بالضعف البنية التحتية الصحية ونقص الموظفين الصحيين المؤهلين وعدم كفاية الوصول إلى اللقاحات والأدوية والمنتجات الطبية عالية الجودة، وبشكل أعم بعدم كفاءة المنظومات الصحية حياتي المحلية. وكان فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد بن الشيخ الغزواني قد وصل مساء أمس إلى جنيف للمشاركة في الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية المنظمة في دورتها الحالية تحت شعار الجميع من أجل الصحة والصحة من أجل الجميع. وكان في استقبال فخامة رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار جنيف الدولي سعادة سفيرنا المعتمد في جنيف بل محمد الحبيب وأعضاء البعثة الدبلوماسية. ويرافق فخامة رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد هام يضم على الخصوص الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار واللجاي ووزيرة الصحة النها حمدي مكناس والمستشارين برئاسة الجمهورية سيد أحمد اللبوه والشيخ والبدة والحسن واللحمد المدير العام لتشريفات الدولة. ويتناول جدول أعمال هذه الدورة متابعة وتقييم أهداف الملياري الثلاثة لمنظمة الصحة العالمية والمتمثلة في السعي لتحقيق استفادة مليار شخص جديد من التغطية الصحية الشاملة وحماية مليار شخص جديد من الطوارئ الصحية على نحو أفضل وجعل مليار شخص جديد يتوفرون على مزيد من الرعاية الصحية. أصدرت الوزارة الأولى اليوم مقررا يتضمن تعيين الأمين العام للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024، وجاء في المقرر ما يلي: طبقا لترتيبات المادة 12 من المرسوم رقم 178/2013 الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2013 القاضي بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، يعين السيد محمد فالو اليوسف عبد الكافي أمينا عاما للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024. كما أصدرت الوزارة الأولى اليوم مقررا يتضمن تعيين مستشارين بالمكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024، وجاء في المقرر ما يلي: طبقا لترتيبات المادة 14 من المرسوم رقم 178/2013 الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2013 القاضي بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، يعين السيد كبرو أحمد محمد مستشارا مكلفا بالشؤون القانونية، السيد محمد فال العمير محمدا أبي مستشارا مكلفا بالإعلام، السيد سيد أحمد الطيب إبراهيم مستشارا مكلفا بالتكوين.
أدى وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي رفقة رئيس حزب الإنصاف أمس زيارة لمدرسة جنين رقم 3 في إطار مساهمة حزب الإنصاف في دعم برنامج جسور خصوصا في المناطق الأقل حظا في التعليم. ويتمثل مشروع جسور في تقديم دروس تقوية للسنوات الإشهادية عن طريق أساتذة ومفتشين أكفاء. في إطار المتابعة المتواصلة لسير العملية التربوية داخل المؤسسات التعليمية ضمن برنامج جسور الذي يهتم بالمستويات الإشهادية، تأتي زيارة وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي رفقة رئيس حزب الإنصاف لمدرسة تجنين رقم 3 في ولاية نواكشوط الشمالية. نحن اليوم نزور ثانوية بولاية نواكشوط الشمالية، ياك نطلعوا لدروس لسير دروس التقويه لصالح السنوات الختاميه خصوصا البكالوريا. وهذا مشروع عند الوزاره، برنامج عند الوزاره منذ بدايه السنه وتعزز من منتصف السنه وازدادت سرعته نهايه السنه. ياك نعزوا قدرات تلاميذ اللي مترشحين للبكالوريا، ياك ذاك يزيد عدد الناجحين ومعدلات الناجحين. هذه المكونة الأحزاب السياسية، بعض الأحزاب السياسية مشكورة، منظمات المجتمع المدني مشكورة، ساهمت أيضا في دروس التقوية. ونحن اليوم زرنا فصلين في الولاية الشمالية وفي الولاية الغربية في تدخل من حزب الإنصاف مشكورا لتقديم دروس تقوية لصالح ما يزيد على 400 مترشح في المواد في تخصصات العلوم والرياضيات. الزيارة هذه تدخل في إطار مساهمة حزب الإنصاف في دعم هذا البرنامج خصوصا في المناطق الأقل حظا في التعليم. أنا تشرفت اليوم وصحبت معايد وزير على أن نزوروا هذه دروس تقوية لمنظمة ضمن برنامج السور اللي أعدته الوزارة لدعم السنوات النهائية، وطلعت رفقة طاقم المحترم ثانوي التجنين رقم 3 الفريق المتميز من الوزارة المسير على البرنامج، الأمانة التنفيذية للتعليم في الحزب، طلعت معهم ومعالي الوزير على سير هذه الدروس لتلبية لدعوة الوزارة الكريمة، لأن منظمات المجتمع المدني كاملة تمد اليد المساعدة في عملية الإصلاح الكبيرة اللي جارية في المنظومة التعليمية. استجاب الحزب ليكمل ما أمكن من هذا الجهد الوطني الكبير اللي على الناس كامله، واللي فخامه الرئيس يكرر دواما على اصلاح المنظومه التعليميه على انه مسؤوليه كل حد. مسرورين اليوم على ان هذا الجهد البسيط اللي بذل الحزب، اجبرنا معاها تجاوب كبير من اباء التلاميذ اللي واقفين واللي ظهرنا على ان اللي معدلين لاحد انه جزء بسيط مكمل جهد كبير معدلينه هو. كانت هذه الزياره فرصه عبر من خلالها الطاقم التربوي في الثانويه عن ارتياحه وسعادته بهذه الخطوة التي لا محل ستساعد في زيادة نسبة النجاح في مختلف المسابقات النهائية حسب قولهم. نشكر قائمين هذه العملية اللي كانوا تلاميذ مستفادين منها، ثاني تجينا ثلاثة في الحقيقة من أسر ضعيفة واستفادوا، زين عندهم وزين عند المؤسسة وزين عند الأساتذة اللي استفادوا مباشرة لينوفا وساهم لهم اللي يالله يجبر. وشاكرين حزب الإنصاف تشارك مع الوزارة للعدل للتلاميذ اللي راهم شافوه اليوم على انهم تلاميذ حقيقيين وموجد. الوزير والوفد المرافق له تجولوا داخل الفصول كما استمعوا الى احدى الدروس المقدمه واراء الطلاب في مشروع جسور الذي يتمثل صميم عمله في المساهمه في تقديم دروس تقويه للسنوات الاشهاديه. ترأس مستشار والي العصابة للشؤون القانونية والإدارية سيد محمد والسداتي بمدينة كيفا اجتماعا لتدارس الأثر البيئي والاجتماعي للخط الكهربائي عالي الجهد الذي يربط مدينة كيفا بمدينة سيلباب مرورا بكل من كانكوسا ولينجا. الاجتماع التشاوري يهدف إلى إشراك السلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني في دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الخط الكهربائي عالي الجهد 90 كيلو فولت الذي تغطي احتياجات مدينة كيفا والمحطة الكهربائية التي سيتم إنشاؤها، حيث من المبرمج ربط هذا الخط بالخط عالي الجهد 225 كيلو فولت الذي سيصل العاصمة نواكشوط بمدينة النعمة. ويمثل هذا الاجتماع التشاوري المرحلة قبل الأخيرة من مراحل دراسة هذا المشروع.
عن خصوصية الخط الكهربائي علي الجهد والأفق التي سيفتحها لساكنة ولاية العصابة، فيتحدث ممثل إدارة الرقابة البيئية في وزارة البيئة والتنمية المستدامة. هدفنا الاجتماع هو استكمال مراحل دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للخط علي الجهد الرابط بين كيفو سيري باب مرورا مدن كونكوسا ودينجا. هذيك الدراسة في عدة مراحل، المراحل الأولية على مستوى الإدارة المكشوط، بعدين يعد الاجتماعات التشاورية مع السكان المحليين والسلطات طبعا والمنتخبين المحليين ومنظمات المجتمع المدني. الهدف من الاجتماع هو عرض عليهم الدراسة الأولية للمشروع، ثم بعد ذلك فتح المجال لهم أيضا لاقتراحاتهم والاستشكالات اللي عاد موجودة، ياك تدمج هذا كامل عقب في إطار التقرير النهائي للدراسة. أيضا بعد استكمال التقرير النهائي للدراسة إن شاء الله ولا يعودهم ملخصات عن التقرير اللي يجي البلدية ويجي المقاطعة المعنية مدة 30 يوم، ياك أيضا اللي عاد فهم بعض الناس اللي ما حضرت حالا الاجتماع تطالب فرصة أخرى تطالع أكثر على المشروع. إذا الهدف من كامل هو الإحاطة بجميع الجوانب التأثيرات المحتملة على البيئة ولا على الجانب الاجتماعي للمشروع اللي الهام أنه كاملين، يعني في الأخير نعود تكتمل جميع المراحل ما فما ما ولاحظنا فما أضرار بيئية كبيرة ولا فما أضرار محتملة، لكن تم اقتراح التدابير واللازمة لمعالجة ولا تخفيف من آثارها. إلى ولاية غرغل، حيث احتضنت بلدية الضو بمقاطعة مقام أعمال ورشة تكوينية لصالح 50 امرأة حول تسيير وإدارة المشاريع المدرة للدخل. وتنظم هذه الورشة من قبل جمعية التضامن النسوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع السفارة الأمريكية في نواكشوط. دعما لقدرات النساء الريفيات وتمكينهن من الولوج إلى المشاريع المدرة للدخل، يأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية لصالح 50 امرأة وفتاة في قرية تاجا ببلدية الضو بمقاطعة مقامة. وتنظم هذه الورشة من قبل جمعية التضامن النسوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع السفارة الأمريكية في بلادنا. في البداية لا هنا نشير على الأهمية اللي توليها حكومة معالي الوزير الأول محمد البلال مسعود، توجيهات سامية وفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ غزواني للمرأة ولفئة الشباب، وهذا هو اللي يدخل فيه ذا النشاط اليوم اللي تنظم هذه الجمعية المتعلقة بتكوين 50 امرأة وفتاة في مجالات متعلقة بالمجالات المدرة للدخل واللي تعزز قدرات التنمية الاقتصادية بشكل عام وتساعد في الظروف المعيشية للمرأة الريفية في بلدية الضو بصفة عامة ومدينة تاجا بصفة خاصة. رئيسة جمعية التضامن النسوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هوا جاو تحدثت عن أهداف هذه الورشة وما ستوفره من معلومات للنساء المستفيدات من التكوين الذي جاء دعما ومواكبة لجهود الدولة في مجال تمكين المرأة والفتاة وتشجيع النساء في الريف إلى خلق فرص تنموية دائمة لتحسين ظروفهن المعيشية. وكانت العمدة المساعدة لبلدية الضوء أمينتا حسين جو قد تحدثت باسم السكان شاكرة هذا التدخل الذي سيساهم في دعم قدرات النساء في قرية تاجا وتزويدهن بمعلومات تساعدهن في المستقبل على خلق وإدارة مشاريع مدرة للدخل. المشاركات في هذه الورشة تابعن نماذج من التكوين على تسيير المشاريع وآلية التمويل التي تضمن استمرارية ونجاح المشاريع ذات صلة بالتنمية المحلية في هذه المنطقة الحدودية. تحت الرعاية السامية لوزارة التنمية الحيوانية، نظمت جمعية المنمين قسم الدواجن والمواشي معرضا لأصناف الطيور والمواشي في ولاية نواكشوط الغربية. يهدف المعرض إلى التعريف بأنواع وأشكال الحيوانات من أجل تحسين السلالات والتطوير الوراثي لها، كما شكل فرصة للمهتمين بمجال الثروة الحيوانية للاطلاع على أنواع هذه السلالات وكيفية تربيتها والمحافظة عليها. وركزت المداخلات خلال المعرض على ضرورة الاستفادة من تجارب المختصين بهذا الشأن التنموي.
مدير تنمية الشعب الحيوانية بوزارة التنمية الحيوانية تحدث عن أهداف هذا المعرض والنتائج المرجوة منه. أود أولا أن أتقدم بالتهنئات والتبريكات لمنظمتكم الجادة على العمل الجيد الذي تقومون به منذ عدة سنوات في مجال التحسين الوراثي للماشية والطيور، ومن خلال تتبع نتائج نشاطاتكم على مدى السنوات القليلة الماضية ومن خلال هذا المعرض اليوم يتضح لنا جيدا أن العمل اللي تقوم به آزرام يعتبر عمل جيد ومنظم وبدأ يعطي نتائج هامة في مجال الحفاظ على السلالات الحيوانية المحلية وتحسين السلالات الحيوانية بشكل عام. في ملف النشر نتابع الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الأخيرة للرفع من شأن قطاع الشباب والرياضة على المستويين الوطني والدولي. شكل الاهتمام بالشباب وتوفير الظروف الملائمة للتنمية مهاراته وصقل مواهبه ودمجه في الحياة النشطة وضمن مراكز صنع القرار أولوية لدى رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني، حيث تجلى ذلك في حجم البرامج المنفذة لصالح هذه الفئة من المجتمع خلال السنوات الخمس الماضية. وقد تنوعت البرامج والمشاريع المنجزة لصالح الشباب عبر إعداد وتنفيذ استراتيجيات وطنية لتنمية الشباب والترفيه وترقية وتأطير ودمج الشباب ضمن البرامج الوطنية وتنمية البنى التحتية في مجال الشباب، مع تنسيق المهام بين القطاعات الوزارية في مختلف القضايا المتعلقة بإشكالية الشباب. وقد تم في هذا الإطار على سبيل المثال لا الحصر إكمال مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب 2024-2030 والمصادقة عليها من طرف الحكومة والبدء في تنفيذ خطة عملها مع تقديم دعم سنوي لأكثر من 800 جمعية ومبادرة شبابية على عموم التراب الوطني واستلام العديد من المنشآت الشبابية والبدء في تشييد فضاءات شبابية أخرى في مقاطعات واكشوط وبعض المقاطعات الداخلية. كما نظم القطاع الوصي مخيمات صيفية ومنتديات وأسابيع شبابية جهوية ومقاطعية أتاحت لشباب كل مقاطعة وولاية فرصة للتبادل حول القضايا التنموية لولاياتهم ومقاطعاتهم. كما تم في هذا الصدد العمل على تنظيم الحركة الجمعوية الشبابية وضمان تمثيل الشباب على المستوى المحلي والجهوي والوطني وتجهيز وإنعاش دور الشباب لجعلها أكثر جاذبية ومدها بإعانة مالية سنوية لدعم تسييرها، مع تعزيز الإطار المؤسسي للعمل التطوعي الشبابي من خلال تدخلات البرنامج الوطني للتطوع وطننا. وخلال السنوات الأخيرة تم إكمال مسار إعداد القانون المنظم للعمل التطوعي وتقديمه للمصادقة، مع اكتتاب 100 متطوع عقدوي في مختلف مجالات العمل التطوعي لصالح التنمية، منهم 45 لصالح البنى التحتية الشبابية والرياضية، وإعداد منصة رقمية لتسجيل المتطوعين في مختلف مجالات العمل التطوعي. كما تم العمل على نشر وترسيخ ثقافة التطوع والسلوك المدني من خلال تنظيم أنشطة وتكوينات متعددة، ندوات، حملات تنظيف، تبرع بالدم، تشجير، تحسيس إلى آخر ذلك. وتم التكفل بمشاركة العديد من الشباب في ملتقيات شبابية دولية وإقليمية. ويتم حاليا في مجال دعم وتشجيع الشباب الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب من خلال مشاريع هيكلية ستشمل تعميم وتطوير البنى التحتية الشبابية وتنظيم الحركة الجمعوية الشبابية والعمل على التنسيق الجيد لتدخلات القطاعات الحكومية والشركاء الموجهة لصالح الشباب، مع توسيع المنتديات والأسابيع الشبابية لتشمل جميع المقاطعات والبلديات على عموم التراب الوطني.
كما يتم حاليا العمل على إعداد قاعدة بيانات بجميع فئات الشباب وعن مستوياتهم التعليمية ومؤهلاتهم المهنية، وإنشاء منصات رقمية تفاعلية مع الشباب تزودهم بالمعلومات الصحيحة وتوجههم إلى فرص التكوين والعمل. وستمكن الزيادة المطاردة لمخصصات الدعم الموجه للجمعيات والأندية الشبابية منذ 2020 من زيادة عدد الجمعيات والمبادرات الشبابية المستفيدة من الدعم السنوي الهادف إلى تشجيع الشباب على تنظيم بعض الأنشطة المحلية ولتمكين مصالح القطاع من ربط الصلة بأكبر عدد من الشباب على عموم التراب الوطني لغرض توجيههم وتأطيرهم وحثهم على المشاركة البناءة والمساهمة في تغيير بعض المسلكيات التي تعيق التنمية. كما يتواصل العمل على تفعيل وتحسين أداء البنى التحتية الشبابية من فضاءات ودور شباب وملاعب وتجهيزها وعصرنتها لتكون أكثر جاذبية ولتتلائم مع تطلعات الشباب وطموحاتهم. ختام النشرة إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يحضر افتتاح الأشغال الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. دعما لبرنامج جسور وزير التهذيب الوطني رفقة رئيس حزب الإنصاف يحضران إلقاء درس نموذجي في المدرسة رقم 3 بتجونين. مدينة كيفا تحتضن اجتماعا لدرس الأثر البيئي لخط الكهربائي عالي الجهد الذي يربط المدينة بسيل بابي مرورا بكنقوصة وولينجا. شكرا للطيب المتابعة وإلى اللقاء.